تهدئة الموقف وحله بشكل سريع. خلونا نروح احنا برضو سريعا للإسماعيلية ونشوف تداعيات هذه التصريحات، تفاصيل أكثر عن النادي الإسماعيلي في الفترة الحالية. بينضم إلينا زميلنا العزيز شريف عادل ويقول لنا كده آخر المستجدات. اللجنة المفترض كمان تكون بتدير شؤون الإدارية داخل النادي الإسماعيلي، أخبارها إيه؟ وصلت لحد فين؟ يعني شريف أكيد عندك تفاصيل كتيرة جدا، بصبح عليك أكيد في البداية، ويعني طمنا عليك كده وعلى أخبار النادي الإسماعيلي. صباح الخير عليك يا زميلة العزيزة مريان، صباح الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورت في كل مكان. ممكن اخد يا مريان من مقدمتك اللي انت اتكلمتي فيها عن النادي الاسماعيلي، ممكن اتكلمتي كتير جدا في حلقات كتيره، يعني زي ما انت قلتي المشهد مش متصدر كمان في الساعات اللي فاتت بس، لا السنوات اللي فاتت واحنا بنتابع المشهد، الامور في النادي الاسماعيلي بقى لها حوالي من موسم 2017 بالتحديد، وبعد رحيل مستر دي صبر، لا الاسماعيلي مش في افضل حال، ليه بالنسبه له الوضع مش افضل حاجه. يمكن اخد بقى من النهايات وشكل النهايات كان شكلها ايه، خلاص رسميا في هذه يعني في التوقيت ده كمان يا مريان بتتكتب الاستقاله. طبعا كان في جلسه بالامس ما بين مجلس اداره النادي الاسماعيلي برئاسه المهندس يحيى القومي ووزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، تم من خلالها الاتفاق وعلى كل الخطوط العريضه في بخصوص اجراءات التسليم والتسلم، التسليم والتسلم من مجلس اداره النادي الاسماعيلي، وتم الاتفاق ان في التوقيت ده او صباح اليوم بتتكتب استقاله جماعيه بتاريخ النهارده بالتاكيد 10 يناير لكامل افراد مجلس اداره النادي الاسماعيلي. كان في استقاله من بعض الافراد في الساعات الماضيه، ولكن كل الافراد بقى تستقيل بشكل رسمي في التوقيت الحالي. المشهد وايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه ما بعد استقاله مجلس اداره النادي الاسماعيلي برئاسه المهندس يحيى القومي بشكل نهائي، اللي هم بالظبط قعدوا سنه وثلاث شهور من اصل 4 سنين، كانت دوره انتخابيه مفترض كانت تكون من 2021 ل 2025، ولكن تم اسدال الستار على الملف ده تماما فيما يخص المهندس يحيى القومي. مفترض ان الساعات اللي جايه ومع اجراءات التسليم والتسلم والاشراف طبعا هيكون من طبعا الجهه الاداريه في التسليم والتسلم، هيكون التسليم ليه طبعا لجنه ثلاثيه لمده اسبوع، او يعني بتضم بالتاكيد المدير التنفيذي والمدير المالي، لجنه ثلاثيه كده تم تشكيلها، وبعد كده يعني في محاولات لاختيارات بعض الاسماء بحيث ان اللجنه الثلاثيه دي تسلم للجنه ثانيه يتم طبعا تشكيلها. المشهد تفاصيله هتبان بشكل اكتر خلال ال 48 ساعه اللي جايين، كلها مفاوضات ومداولات بتتم في كل الاتجاهات، لكن في حاجات محسومه خلاص. المحسوم ان النادي الاسماعيلي بالتاكيد عنده تدريب النادي النهارده في تمام الساعه 4 عصرا استعدادا لمباراه المقاولين العرب، فبالتالي يعني خلاص الاسماعيلي الملف الاداري تم في التوقيت الحالي قبول استقاله المهندس يحيى القومي. الملف من النواحي الفنيه والاستعداديه كابتن احمد حسام ميدو النهارده في تدريبات النادي الاسماعيلي استعدادا لمباراه المقاولين العرب، كل 3 أو 4 أيام يا مريهان في مباراه، ودي كمان يعني دي بتخلي الامور ان الريتم لازم بيبقى اسرع من كده شويه من كل الاتجاهات، لان انت عارفه ان الشكل الاداري للنادي الاسماعيلي او تشكيل اللجنه بشكل نهائي مهم جدا في التوقيت ده، خاصه في ظل وضع الاسماعيلي الحالي في جدول الدوري العام، وده وضع متكرر زي ما قلنا مش وليد الموسم ده بس، لا في الفترات الماضيه. وزي ما انت قريتي واتكلمتي في تصريحات المهندس يحيى القومي واللي خرج بيها طبعا بعد جلسته بالامس مع وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، وقال ان هو راضي عن الفتره اللي اداها داخل النادي، وكمان اتكلم في ان هو عنده اخطاء، زي ما عنده اخطاء كان عنده ايجابيات وحاول قدر المستطاع. ومعاك يا مريهان برضو لو في اي استفسارات فيما يخص النادي الاسماعيلي. طب انت قريب من اللاعبين، اعتقد انت بتشوف اللاعبين بشكل كبير، انا مش قادره اتخيل انه اللعيبه دي بتروح التمرين بشكل عامل ازاي، نفسيتهم عامله ازاي. خلي بالك انت برضو في تصريحات بتتعلق باللعيبه بالاسم، فدي برضو مش حاجه تخلي اللاعب ده نفسيا اصلا عايز يلعب كوره، يعني مش عايز يلعب كوره، اصل في الاخر انت الكوره دي فيها جزء شغل، ولكن في الاخر انت عشان تأدي لازم تكون انت عقلي يعني منتلي جاهز ان انت تكون بتتحط تحت ضغط ماتش وكده. فانا عايز اعرف اللاعبين في الوضع الحالي عاملين ازاي، علاقه الكابتن احمد حسام ميدو باللعيبه، هل بيكون بيتكلم معاه؟ اصل خلي بالك الشق النفسي ده هو اعتقد العامل الاساسي دلوقتي في ظل الظروف دي كلها، واللعيبه بقى الفلوس، علشان بس المشكله دي انت برضو تقربها لنا اكتر. هل في اي بوادر ان انت تشوف فلوس بتدخل في الفتره اللي جايه للاعبين، ولا الموضوع معقد جدا؟ لا بص يا مريهان، يعني كمان في النقطة دي بالتحديد يمكن كان في صفقة كانت هتتم طبعا للنادي الإسماعيلي ببيع محمد الشامي وعمر الوحش للنادي المصري،
وكان المفترض ان الصفقه دي بمقابل مادي، يعني كان تم الاتفاق على بعض نقط الخطوط العريضه ولكن كل الامور تجمدت، وكان المقابل المادي ده كان هيبقى 8 مليون جنيه. انا هاخد بقى من كلامك وتصريحات الكابتن احمد حسام ميدو، يمكن الكابتن احمد حسام ميدو ربط الصفقه دي بمباراه البنك الاهلي اللي الاسماعيلي تعادل فيها بدون اهداف على الاسماعيليه، قال ان اللعيبه لما شعرت ان الصفقه دي هتتم وهيبقى في فلوس داخله النادي الاسماعيلي فظهرت بمستوى ايجابي امام البنك الاهلي لما، لان كانت الصفقه دي كانت ليله المباراه، فحسوا فاتكلم الكابتن احمد حسام ميدو قال ظهروا بمستوى ايجابي لان لما عرفوا ان في مردود مادي فالحاله المعنويه بالنسبه لهم اختلفت. اتكلم لما وقال لما بعد مباراه البنك الاهلي ولما الصفقه دي اتجمدت فظهرت حاله اللعيبه في مباراه حرس الحدود اللي اتغلب فيها الفريق 2-0، فربط بالتاكيد الشق المادي ده على مدى تاثيره على الحاله المعنويه للعيبه، وقال كان سبب من اسباب طبعا الاداء او النفسيه اللي ظهر بيها اللعيبه في مباراه حرس الحدود هو تجميد صفقه انتقال عمر الوحش ومحمد الشامي للنادي المصري، بسبب طبعا ان خزينه النادي الاسماعيلي او النادي الاسماعيلي مش هيدخل له مردود مادي في التوقيت ده، فده انعكس على الحاله المعنويه للاعبين. اللاعبين في التوقيت ده وعلاقه الكابتن احمد حسام ميدو بيهم ايه وبكامل افراد الجهاز الفني، لا العلاقه علاقه ايجابيه وفي مشاهد يعني نفسيه شغال عليها جدا جدا بخلاف المشاهد الفنيه الجهاز الفني بقياده ميدو خلال الفتره الماضيه، لان ده شق مهم جدا بالنسبه لعيبه النادي الاسماعيلي. كمان بنتكلم في الشق المادي وان هم يبقى في التزامات معاهم بالتاكيد في المرحله اللي جايه من اجل ان يكون في انتفاضه بالنسبه لهم، لكن كمان في شق نفسي مهم جدا يا مريان في التوقيت ده هو شكل ووضع الفريق في جدول الدوري العام، ده عامل عليهم بالتاكيد برضو ده بخلاف الضغوط اللي هي الماديه اللي موجوده عليهم، لا ده كمان ضغط من كل الاتجاهات الوضع طول، وخاصه كمان بعد المباراه اللي فاتت كانت واحده من اهم المباريات النادي الاسماعيلي في السنوات الماضيه لمباراه حرس. طيب انا علشان لازم اختم هسالك سؤال سريع بس جاوبني على طول علشان قالوا لي الوقت دلوقتي، عايز اعرف جمهور الاسماعيلي متعاطف مع انهي طرف، شايف ان اللعيبه معاها عذر ولا بالعكس محمل اللعيبه كل حاجه، محمل مين السبب اللي فيه دلوقتي او شايف مين السبب ان نادي الاسماعيلي بيعاني في التوقيت الحالي؟ لا اخيرا جمهور النادي الاسماعيلي عشان ما اطولش عليك هو بيتابع المشهد في التوقيت ده في حاله من الحزن، حاله من الصمت، يا كل الاطراف يعني هو شايف ان كل الاطراف تتحمل مسؤوليه الوضع الحالي بالنسبه للنادي الاسماعيلي. طيب انا بشكرك اكيد شكرا يعني شكر جزيل شريف عادل، دايما بتوافينا بكل التفاصيل ودايما اجاباتك موجوده ومفيش سؤال كده يعني بتكون بتتردد في اجابته، فبشكرك شكرا جزيلا، واكيد طول الفتره اللي جايه اي تفصيله لها علاقه بنادي الاسماعيلي دايما زميلنا شريف عادل بيكون موجود علشان يكون بيقول لنا كل التفاصيل عنها. طيب خلونا نكمل بقيه اخبار من حلقتنا النهارده ولكن نروح